ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع أي عنده مخالفات كحلق اللحية وإسبال الثوب؟ حلق اللحية لا يعد من البدع، يعد من المعاصي والمحرمات، ولا ينبغي أن يجعل الإمام يجاهر بالمعصية، يختار إمام ملتزم بالسنة. أما لو جيت والناس يصلون فأنت تصلي معهم، صلي معهم ولا تترك الجماعة، مع المناصحة للإمام إذا سلم تقول له يا أخي أنت قدوة، ولا يجوز لك أنك تحلق لحيتك وتجاهر بالمعصية، تنصح في ذلك. وفي الصلاة الأخرى إذا لم ينتهي التمس مسجدا آخر. نعم.